جون الاسماعيلي، الترقصات اللي بحبها اللي عملتها كويس وفينيشنج كويس. وفي جون بلغاريا برضو من الترقصات اللي كان كوبري وجون. ماتش السعودية كأس العالم للقارات لما اطردت، ده كان من أصعب اللحظات في حياتي. أنا عمري ما اطردت، الماتش الوحيد اللي اطردت فيه، خدت إنذارين في دقيقة. وأنا الحلوة اللي بحبها جوان ميسي اللي فيها ترقيص كتير، أو رونالدو القديم، رونالدو الكبير لما كان في برشلونة. ترقصات المصطفى فتحي الكباري اللي بيعملها دي بصراحه بتكيفني جامد، يعني لعيب جامد. بتصلي ولا ايه؟ بتعمل ايه؟ افتكرتك بتصلي فجاه وانت قاعد. سرعه جاريث بيل، مهارات ميسي، الهيدر بتاع كريستيانو، المخ نيستا، وناخد الروح السبيريت بتاعت انا بحب جاتوزو في الميلان.